سنذهب إلى الحديث ومع موسم البامية، ما هي أفضل الطرق لحفظها؟ هذه التفاصيل تطلعنا عليها الأستاذة ابتسام موسى، مزارعة وعضو مجلس بلدي في دير بلوط. يسعد صباحك يا ست ابتسام. الله يسعد صباحك. كيف أصبحتي؟ تمام؟ والله الحمد لله، أصبحنا هينا روحنا من السهل وقاعدين. الله يعطيكي ألف عافية. من سهل البامية ولا مشو بالضبط؟ لا اليوم لقطت فقوس. الله يعطيك الصحة والعافية. معروف طبعا فقوس دير بلوط من أشهى وأطيب المزروعات ما شاء الله، وربنا يبارك لكم في هذا الموسم. ست ابتسام، موسم البامية أكيد حاضر وبقوة في هذه الأيام، وفي البعض بيقول لك إحنا منحبش ناكلها إلا ناكلها طازة تكون ألف ألف، وفي ناس بتقول لك إحنا بنخزنها عشان تضلها زي وكأنها طازة. احكي لنا عن طرق حفظ البامية أو تخزين البامية، أنتوا أي طريقة بتروحوا وبتشوفوها الأفضل لتخزين البامية؟ في طريقتين، طريقة التفريز وطريقة التجفيف. نعم. طريقة التفريز بنغلي مي بنحطها في مصفاي زي المفتول على البخار، بصير نكلب البامية بتغير لونها أخضر. أو الطريقة الثانية بتغلي شوية مي وبس بكيكة، يعني بتكلب المي عليها وبتصفيها وبتحط مي مثلجة عليها مسكعة. نعم. هاي طريقة التجفيف، بنكيم من قمعها شوية، ما بنخليش القمع باين، بس القمع اللي زي العصا الصغيرة. في ناس بيشكوها بالخيط بيعلقوها كلايد، وفي ناس بيجففوها على سدر أو على شريطة، بتكون كماشة شكفة كماش بتفرديها وبتغطيها، بتظل تحركي فيها عشان ما تعفن الشوب. تمام. وقديش بتضلها وإحنا يعني خلينا نقول وإحنا محاطينها على سدر أو معلقينها زي ما بتحكي، كم يوم بدها؟ بدها أسبوعين، بس التعليق يكون في الفاي. مش بالشمس؟ لا إذا وضعتيها في الشمس بيصير لونها أصفر، بروح خضارها. هيك إحنا وكأنه بنفقد إنها تضلها طازة وبطعمها الطيب. مظبوط، بس الكلايد أحسن إشي. الكلايد؟ طب ليش يعني أحسن إشي القلايد؟ القلايد بتعلقيها على الشباك، في الشباك في الفاي، وبعدين في إذا البامية نخرط شوية بتجيها زي سوسة، بس القلايد بتحافظ أكثر. يا وبعد سلام. ما تتجفف بتحطيها في كنانة بلاستيك وبتكفيها. مظبوط. يعني بعد ما نجففها بنحطها في، بصيرش في كيس عادي، كياس النايلون أو كياس خلينا نقول الأكل، لازم نحطها في قنية بلاستيك؟ بلاستيك او كذا زجاج، لانه بتحفظيها من اي شيء، يعني حشرات صغيره، السوس، حشرات تدخل فيها. اما لما تكفليها وتضغطي عليها الهواء خلص بتحافظي عليها. تمام. وقديش ممكن تضلها محفوظه ومحافظه على جودتها وعلى طعمها وعلى قوامها؟ كم تقريبا فتره من الزمن في هذه الطريقه من طرق التخزين؟ سنه كامله. سنة كاملة. قديش في بلادنا لسه بيستخدموا موضوع التجفيف ست ابتسام، وخاصة أنك أنت يعني مزارعة وعضو مجلس بلدي أيضا، يعني أكيد في بيكون في لقاءات مع بعض ربما المزارعات والأهالي. اليوم شو أكثر الطرق المستخدمة في تخزين هذا الصنف من الأطعمة؟ والله في ناس بحبوها مفرزة تفريز، بس في ناس كثير بحبوها مجففة، بقولوا إلها طعمية بتختلف أزكى المجففة. بعدين عند السفر لما يسافروا مثلا، تودي على قرايب إنك في أمريكا في الإمارات، يعني أسهل من الفريز التفريز. نعم، يعني التجفيف بتكون كمان أضمن في إنها تضلها منيحة ما تخربش، لأنه لما بنطلع الشغلة من الفريزر بتدوب وبعدين مشكلة بتصير، خاصة إذا كان السفر مسافات طويلة. اللي على السفر لا، إحنا دائما بنجفف للقرايب للسفر. كل الاحترام. طيب مين أفضل للتجفيف، البامية الخضراء ولا الحمراء؟ احنا بنزرعش حمراء، احنا بنزرع البامية البلدية الصغيرة. يا سلام، هاي يعني طعمتها ألف بألف زي ما بنقول. في بلدنا ولا مرة تعملوا في البامية هاي الطويلة النابلسية، احنا بنقولها لا ما بتعملوا معها، بس البامية البلدية اللي حبتها صغيرة. يعني ما ولا مرة جربتوا هذيك النوعية؟ لا ولا مرة، لأن ما زرعناش احنا، اللي بنجربه اللي بنزرعه عنا. طب شو بتفرق البامية البلدية عن بصراحة البامية النابلسية زي ما ذكرتي اسمها؟
احنا متعودين عليها، طعمتها زاكي كثير، خصوصا لما تعمليها صواني، لما تعمليها صحيح بتحسي لها نكهة خاصة، حتى الكري الكبير منها. احنا يعني في ناس بيحبوه اكثر من الكرن الصغير، هذا الكرن الكبير اللي ما بيطبخون يعني المدن. اعملي صينيه وتكون محمره، يا الله ما ازكى. صحيح صحيح. وفي ناس بتقول والله البامية الطويلة بتخبص، مشان هيك بحبوا البامية البلدية أكثر، بتضلها كل حبة بحبتها زي ما بنقول، محافظة على قوامها. أيوة محافظة على قوامها وهيك. عفوا إلها نكهة أيوة كليا، الطعم بتخلف كليا. صحيح 100%. هذه الفترة موسم للبامية، والبامية موجودة في السوق وبقوة. احنا هسه البامي في عندنا منطقة اسمها البلوع، هاي كانت غركانة مية، هسه نشفت المية، مزروعة جديد لسه نازل جديد. هسه موسمها. نعم البامية. قديش تقريبا بتراوح أسعارها لما بتنزل على السوق في عز موسمها؟ لأن أنا بعرف أنه البامي أول ما تنزل بتكون غالي، وهي فعليا سعرها ما بنزلش كثير عن أول ما بتنطرح بالسوق. حسب العرض، لما يكون العرض كثير بخف الطلب، بترخص، بس يعني بتنزلش عن 40 شيكل. حتى عندنا الكيلو ب25 شيكل، كانت ب30 شيكل. صحيح صحيح. يعني حسب العرض. اجمالا يعني احنا دائما ابدا بصراحه بنتمنى انه يكون السيدات الرائعات اللي استمعوا لنا استفادوا وعرفوا انه طريقه التجفيف للباميه من ناحيه او تخزين الباميه بالتجفيف هو افضل، خاصه للمسافات الطويله اللي بعت للدول الخارجيه. وزي ما ذكرت الست ابتسام انها بتحافظ على طعمتها وعلى قوامها وبتضلها زي ما هي، وقابل انها تكون صالحه للاكل والاستخدام مده عام كامل. وزي ما قالت عليكم بالبامية البلدية، طعمها مختلف تماما، نكهتها مختلفة وبتطبص، شيء مهم جدا. وأيضا احنا دائما أبدا نتمنى لكم إن شاء الله يعني أوقاتا مليئة بالحصاد، مليئة بالإنجاز، وسواء كانت في البامية أو الفقوس أو أي نوع من أنواع الخضار والأطعمة الأخرى اللي موجودة في سلة الخيرات الفلسطينية. دمتي ودامنا.